شفنا المكنة بتطلع 3 ورقات 5 نسخ، اول ورقة فيهم بلون مختلف، عاوزين نعرف الحركة دي بتحصل ازاي. اول حاجة هناخد الورق الابيض اللي بيمثل المذكرة، احطه في اي درج من ادراج المكنة، الدرج الاول مثلا، واخد الورق الملون اللي بيمثل الغلاف بتاع المذكرة واحطه في درج مختلف. يبقى معانا الورق الابيض في الدرج الاول والورق الالوان في الدرج الثاني. اصور المذكرة الغلاف، احطه من على السكانر واختار الدرج اللي فيه الورق الملون اللي هو الدرج الثاني، واعمل توزيع وعدد النسخ اللي انا عاوزه 5 نسخ، واصور الغلاف. اقدر اختار بعد كده طريقتين، ان انا اصور من على الفيدر واختار الدرج اللي فيه الورق الابيض، او اصور بنفس الطريقه من على السكانر، الورق الابيض اختار الدرج اللي فيه الورق الابيض وادوس تسليم. ولو الفيدر مش متاح معانا نقدر نعمل العملية دي كلها من على السكانر بنفس الطريقة، توزيع العدد اللي احنا عاوزينه، اصور الغلاف، يبقى اختار الدرج اللي فيه الغلاف الورق الملون، الدرج الثاني، وادوس تصوير. وبعد كده اصور الورق الابيض بس اختار الدرج الاولاني واصور بنفس الترتيب. الورقة الثانية وادوس تصوير. وبعد ما اخلص الورق اللي انا الابيض بتاعي ادوس شباك، هيطلع نفس الورق بنفس الترتيب.